أسامة رمزي صالح. حضرتك صياد؟ صياد. أنت لسه جاي بقى من الصيد؟ جاي من البحر. طب قول لي إيه بقى مشكلتك؟ وسامنا طول السنة زي بنصطاد بالبوصة وبنسرح برضه بزرعة تبارة وبورية. تبارة وبورية ولوتة ولوتة ودنيسة دي زريعة. ماشي دي اللي بنصب في البحر تكبر هتعمر البحر عامة. ماشي مع المركب الجار معانا احنا ومعانا احنا كمان بالذات. من البحر لكن اللي بنسيبها في البحر تعيش كده وتكبر البحر هيبقى فيه خير كتير وهنصطاد طول السنه دي موسم بنصطاد منه في شهر ولا شهرين وبعد كده ايه وبعد كده بتروح.